وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد إن الوقت ليس مناسبا للتصويت على مشروع القرار الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة. أضافت أن واشنطن ترى رغبة مجلس الأمن للتحرك بسرعة، لكن ليس على حساب تحقيق السلام الدائم في المنطقة حسب قولها، مشيرة إلى أن بلادها تعمل على الإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة بالتعاون مع مصر وقطر. الولايات المتحدة تدفع لتحقيق هدف لابد أن نسعى له جميعا وننشده، وهو التوصل لقرار دائم بشأن الصراع في غزة، بما يمكن الإسرائيليين والفلسطينيين من العيش جنبا إلى جنب والتمتع بإجراءات أمنية ويتمتعون بالكرامة والحرية. وللتوصل لهذا المستقبل تعمل الولايات المتحدة للتوصل لاتفاق بشأن الإفراج عن الرهائن بالتعاون مع قطر ومصر، وهذا يأتي بفترة هدوء لغزة لمدة 6 أسابيع تقريبا، ومن هنا يمكن أن نأخذ الوقت الذي نحتاجه لبناء سلام دائم. الرئيس بايدن أجرى محادثات ومكالمات عديدة في الأيام الأخيرة مع رئيس الوزراء نتنياهو ومع القيادتين في مصر وقطر.